بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالاً لشرح مادة الإدارة المحلية في دبلوم العلوم الإدارية، عايزين نستكمل الجزء الخاص بأهداف الإدارة المحلية. اتكلمنا قبل كده عن الأهداف السياسية، وشفنا أن الأهداف السياسية دي الركيزة الأساسية لنظام الإدارة المحلية، وكلمنا عن بعض من الأهداف الإدارية والاقتصادية. النهاردة عايزين نتكلم عن الأهداف الاجتماعية للإدارة المحلية. طبعا الاعتبارات الاجتماعية لنظام الإدارة المحلية ما ينفعش ان احنا نغفلها بالرغم من أهمية الأهداف السياسية زي ما قلنا قبل كده والأهداف الإدارية الاقتصادية، لكن الاعتبارات الاجتماعية ما ينفعش ان احنا نغفلها لهذا النظام. هذه الأهداف بتتمثل أولا في تزكية الشعور بالانتماء إلى مجتمع محلي متميز. الهدف ده معناه ايه؟ معناه ان الوحدات المحليه زي ما احنا اتفقنا ان الاداره المحليه عباره عن هيئات اقليميه بتباشر جزء من الوظيفه الاداريه تحت اشراف ورقابه السلطه المركزيه او الحكومه المركزيه. هذه الوحدات لها مجالس اسمها مجالس محليه. هذه المجالس بيتم تشكيلها من بين ابناء الوحدات، هذه الوحدات، ومباشرة هذه المجالس لكافة الأنشطة اللي بتهدف إلى إشباع حاجات المواطنين وتحقيق رغباتهم وميولهم، بيغرس في نفوس المواطنين المحليين الإحساس بأن هذه الوحدات ما وجدت إلا بهم ومن أجلهم. وبالتالي يبقى مجالس الوحدات المحلية موجودة في هذه الوحدات، بتتكون من أعضاء قد يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، في بعض الدول قد يتم اختيارهم عن طريق التعيين، لكن إذا كان الاختيار من بين أبناء الوحدات المحلية عن طريق الانتخاب، ده بيؤدي إلى شعور المواطنين المحليين أو السكان المحليين في هذه الوحدة بأنه المجالس المحلية وهذه الوحدات موجودة من أجل إشباع احتياجاتهم وتحقيق ميولهم ورغباتهم وطموحاتهم وأملهم. الأمر اللي بيدفعهم إلى الالتفاف حول هذه الوحدات وهذه المجالس، وبالتالي العمل على دعمها، وهذا كله بينمي لدى السكان المحليين الشعور بالانتماء إلى المجتمع اللي هم بيعملوا فيه أو موجودين فيه، وبالتالي بيشعروا ان هم في مجموعهم بيشكلوا وحدة اجتماعية اصيلة بتتبلور فيها علاقاتهم وارتباطاتهم وولائهم نحو هذا المجتمع المحلي، مع الحرص على التفاخر بتماسك هذا المجتمع ووحدته. تاني هدف اجتماعي تسهيل تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية في الشؤون المحلية. المشاركة الشعبية عبارة عن ايه؟ المشاركة الشعبية هي عملية إحساس بضرورة المساهمة في تنمية المجتمع وتطويره. يبقى عملية إحساس بضرورة المساهمة في تنمية المجتمع وتطويره، وممكن نقول معنى تاني هي عملية إحساس بالمسؤولية الوطنية والاقتناع بضرورة البذل والعطاء من أجل بناء المجتمع وتطويره. المشاركة هدف ووسيلة في نفس الوقت، هي هدف لأن الحياة الديمقراطية السليمة ترتكز على اشتراك المواطنين في تحمل مسؤوليات التفكير والعمل من أجل المجموع، وهي وسيلة لأنه عن طريقها يشعر الناس بأهميتها ويمارسون أساليبها وتتأصل فيهم عاداتها وسلوكياتها وتصبح جزءا من ثقافتهم وقيمهم الاجتماعية. يبقى هنا احنا بنتكلم عن المشاركة الشعبية في الشؤون المحلية. المشاركة، كلمة مشاركة شعبية أو تعريف المشاركة الشعبية زي ما احنا قلنا. طب هل الإدارة المحلية هتؤدي إلى تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية وتسهيل تطبيق هذا المبدأ حينما يتم إشراك المواطنين في شؤونهم المحلية؟ بالطبع. يبقى هنا هيشعر المواطن إنه ليه دور، وبالتالي المشاركة علشان تؤتي ثمارها الحقيقية ينبغي التخطيط لها والتشجيع عليها بوسائل مختلفة. يبقى الوحدات المحلية هنا ليها دور إنها تشجع المواطن المحلي على إن هو يشارك، وتشجعه بأساليب ووسائل مختلفة بتختلف من وحدة إلى أخرى.
وبالتالي فوحدات الإدارة المحلية يمكن أن تؤدي في هذا الخصوص دور بالغ الأهمية عن طريق تحفيز وتنمية الوعي وزيادة الحماس والاهتمام لدى المواطنين بمدى أهمية المشاركة الفعلية بجهودهم الذاتية في تنمية شؤونهم المحلية، مع بيان الفرص والوسائل التي يمكن لهم عن طريقها المساهمة في تحمل أعباء ومتطلبات مخططات التنمية المحلية، وبالتالي طبعا تحقيق مبدأ المشاركة الشعبية. ثالث هدف من الأهداف الاجتماعية تعميق الثقة بالإنسان وبالقيم الإنسانية. الهدف ده المقصود به أنه وحدات الإدارة المحلية اللي احنا قلنا عليها هيئات إقليمية مستقلة، هذه الوحدات أو هذه الهيئات المحلية بتباشر وظائفها، وده أمر طبيعي جدا، عن طريق مشاركة الأفراد وعن طريق أفراد طبيعيين. يعني الهيئات الإقليمية دي، واحنا ناخد كمان شوية، إن هي لها شخصية اعتبارية، وبالتالي دي مش أشخاص طبيعية تقدر تقوم بالأنشطة اللي موجودة في المجتمع المحلي أو في نطاق الوحدة المحلية، وبالتالي لازم يكون هنا في نشاط ومشاركة من قبل الأفراد علشان وحدات الإدارة المحلية تستطيع أن تباشر وظائفها، وده أمر منطقي وطبيعي. لما يشعر الفرد أنه بدون وجود مشاركته في هذه الوحدات وفي أنشطة هذه الوحدات، بدون وجوده الحقيقة هذه الوحدات لا تستطيع أن تؤدي وظائفها. وزي ما قلنا قبل كده أنه أبناء الوحدة المحلية بيسعوا دائما إلى اختيار من يمثلهم في المجالس المحلية لتحقيق رغباتهم واحتياجاتهم. إذن كل هذه المعاني بتدعم وبتعمق الثقة بالنفس وبالإنسان، وبيشعر الفرد أن له قيمة، ليه دور عن طريق مشاركته في تحقيق وظائف وأنشطة هذه الوحدات المحلية. وبالتالي ده يعتبر تأكيد لذاتية هؤلاء الأفراد المحليين واحترام لكرامتهم وكبريائهم. الأمر طبعا بيبعث على الثقة بالنفس والاعتزاز بالذات، وينمي لديهم روح المبادئة والابتكار والتضحية، وهي من القيم الإنسانية المعدودة. يبقى إذن المقصود إن إحنا بنعمق الثقة بالإنسان وبالقيم الإنسانية إن إحنا عن طريق نظام الإدارة المحلية، وإن الوحدات الإدارة المحلية بيكون لها دور في إشباع احتياجات الأفراد زي ما قلنا والقيام بوظائفها، ولا تستطيع أن تقوم بهذا الدور لأنها شخص اعتباري، لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور إلا عن طريق الأفراد. وبالتالي الفرد بيشعر دائما ان ليه دور. يعني وحدات الإدارة المحلية اذا كانت من غير افراد ومن غير مشاركة من قبل الافراد، كما لو كان في جسد من غير روح، يبقى لا تستطيع الوحدات او الهيئات الإقليمية او الهيئات المحلية او الوحدات المحلية ان تقوم بدورها الا عن طريق مشاركة الافراد. وده بيؤدي الى ان احنا الفرد نفسه بيشعر بقيمته وبيثق في نفسه، وبنعمق قيم انسانية من اجل نحافظ على الوحدة المحلية ونحافظ على المجتمع المحلي اللي احنا موجودين فيه كأفراد محليين، لينا رغبات ولينا احتياجات، وبالتالي عايزين ان احنا نطور وعايزين ان احنا نجدد ونبتكر من أجل ارتقاء الوحدة المحلية اللي موجودين في نطاقها. يبقى ده هدف اجتماعي مهم جدا من نظام الإدارة المحلية وتعميق الثقة بالإنسان وبالقيم الإنسانية. الهدف اللي بعد كده وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يهدف نظام الإدارة المحلية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف مواطني الدولة. إزاي هتحدث أو إزاي هيحدث تحقيق هذه العدالة، وإزاي نظام الإدارة المحلية
هيؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق عدالة توزيع الأعباء المالية بين مختلف مواطني الدولة، لأن الإدارة المحلية الحقيقة هتساعد في إن ما يتم تحصيله من ضرائب ورسوم وخلافه بأن هو يتم إنفاقه على المرافق المحلية اللي بتعمل في خدمة ممولي هذه الضرائب وتلك الرسوم. ممكن نقول بمعنى تاني إنه ما يتم دفعه من قبل أهل الوحدة المحلية من ضرائب ورسوم يضمنون صرفه على مرافقهم المحلية. ده بخلاف الحال في نظام الإدارة المركزية اللي الإدارة فيها هتقوم بالإنفاق على جميع المرافق العامة مع الاهتمام بالمرافق القومية على حساب المرافق المحلية، وده طبعا بيتعارض مع عدالة توزيع الأعباء المالية. إذن الأهداف السياسية والأهداف الاقتصادية والإدارية والاجتماعية نظام الإدارة المحلية إحنا خلصنا منها واتكلمنا عنها، عايزين ننتقل لموضوع آخر بيتعلق بمقومات الإدارة المحلية. كلمة مقومات الإدارة المحلية ممكن نقول عليها أركان الإدارة المحلية. يعني عندكم في الكتاب مكتوبة مقومات الإدارة المحلية، ممكن أجيب لكم السؤال في الامتحان أركان الإدارة المحلية، هو نفس المعنى ونفس الإجابة مش هتختلف. الحقيقة مقومات الإدارة المحلية تم الاختلاف في ذكر هذه الأركان من كثير من الفقهاء، لكن في الآخر استقروا على أركان أساسية ومحددة نتيجة لوضع تعريف للإدارة المحلية. من هذا التعريف نستطيع ان احنا نستخلص أركان الإدارة المحلية. التعريف اللي احنا بنعتمده في النظام الإدارة المحلية او ايه هي الإدارة المحلية، نقدر نقول ان هي هيئات إقليمية مستقلة تباشر اختصاصات إدارية محلية تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية. ده تعريف الإدارة المحلية. من هذا التعريف نستطيع أن نستخلص مقومات الإدارة المحلية أو زي ما بنقول عليها أركان الإدارة المحلية. فأول التعريف عندكم إيه؟ هيئات إقليمية مستقلة. يبقى إذن ده أول ركن من أركان الإدارة المحلية، إن يكون في عندنا هيئات إقليمية مستقلة. الجزء الثاني في التعريف يكون اختصاصات هذه الهيئات او مباشرة اختصاصات هذه الهيئات، طبعا الاختصاص الإدارية، تكون تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية. إذا الركن الثاني ان يكون هناك رقابة وإشراف من قبل الحكومة المركزية. دول ركنين الإدارة المحلية او مقومات الإدارة المحلية، وده اتكلمنا عنهم بالتفصيل في سنة تانية في القانون الإداري. ومفروض ان انتوا عندكم فكرة عن هذه المقومات، وهنرجع ان شاء الله نشرحها في هذه المحاضرة ان شاء الله. بالنسبة لأول ركن وجود هيئات إقليمية مستقلة، قلنا الهيئات الإقليمية المستقلة او الهيئات المحلية بتباشر وظائف إدارية، وهذه الوظائف بتباشرها تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية. هذه الهيئات ينبغي أن يكون لها استقلال، يبقى تكون مستقلة عن الحكومة أو السلطة المركزية، وبالتالي الاستقلال هو عصب نظام الإدارة المحلية. بيقوم هذا النظام، نظام الإدارة المحلية، بوجود هذا الاستقلال وبينعدم بانعدام هذا الاستقلال. يبقى عصب الإدارة المحلية هو وجود هيئات إقليمية تكون إيه؟ مستقلة. السؤال بتاعنا كيف يتحقق هذا الاستقلال، أو إزاي نقول إن الهيئات الإقليمية دي فعلا مستقلة عن السلطة المركزية؟ الاستقلال بيتحقق بتوافر عناصر مجتمعة. هذه العناصر تتمثل في الآتي: أول حاجة إن إحنا يتم الاعتراف لهذه الهيئات بالشخصية المعنوية أو القانونية. يبقى أول حاجة علشان نضمن استقلال هذه الهيئات أن يتم الاعتراف لهذه الهيئات بالشخصية المعنوية أو القانونية. ثاني حاجة أن يكون لها ممثل يعبر عن إرادتها ويباشر نيابة عنها اختصاصاتها، وده يتمثل فيما يسمى بالمجالس
المحليه، المجالس المحليه دي اللي هتعبر عن اراده الهيئات الاقليميه. يبقى لازم يكون في حد بيعبر عن اراده الهيئات الاقليميه اللي هي تتمتع بالشخصيه المعنويه، وبالتالي هي ليست اشخاص طبيعيه، لازم يكون في حد بينوب او بيمثل هذه الهيئات وبيباشر اختصاصاتها وبينوب عنها. يبقى اذا لازم يكون في مجالس مستقله بتمثل وتعبر عن اراده الهيئات الاقليميه. ثالث عنصر من العناصر اللي بتضمن استقلال الهيئات المحلية أن تكون هناك مجموعة من المصالح المحلية المتميزة عن مصالح الدولة، وهنشوف معناها إيه. وبعدين أن تكون لها موارد مالية تسمح لها بالقيام باختصاصاتها. يبقى إذن في عناصر لازم تتوافر، هذه العناصر لازم تكون موجودة علشان يتوافر الركن الأول اللي هو إيه؟ أن يكون فيه هيئات إقليمية مستقلة يكون لها استقلال. يبقى عشان نضمن هذا الاستقلال لازم العناصر دي كلها تتحقق مع بعض، اللي هي الاعتراف بالشخصية المعنوية القانونية، أن يكون لها ممثل يعبر عن إرادتها، أن يكون في مجموعة من المصالح المحلية المتميزة عن مصالح الدولة، أن يكون لها موارد مالية تسمح لها بالقيام باختصاصاتها. بالنسبة لأول عنصر من العناصر اللي هيتحقق بيها استقلال الهيئات الأقليمية، إنه الهيئات دي لازم تتمتع بالشخصية المعنوية أو القانونية. يبقى ده عنصر من عناصر لازم تتوافر علشان يحدث أو يتحقق الركن الأول. يبقى هو الركن الأول بيتفرع منه أربع عناصر، خلي بالنا. الركن الأول وجود هيئات أقليمية مستقلة، بيتفرع عن هذا الركن أربع عناصر، أو لازم تتحقق هذه العناصر علشان يتحقق هذا الركن اللي هو فكرة الاستقلال للهيئات الأقليمية. العنصر الأول تمتع الهيئات الأقليمية بالشخصية المعنوية أو القانونية. علشان يبقى للهيئات الأقليمية شخصية معنوية أو قانونية، زي ما احنا عارفين لازم توافر شروط معينة أو توافر أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن يكون في مجموعة من الأفراد، عشان تتوافر الشخصية المعنوية أو القانونية لازم يكون في مجموعة من الأفراد تستهدف غرضا معينا، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف معين. ده أول أمر. الأمر الثاني، اعتراف لهذه المجموعة أو تلك المجموعة أو تلك الأموال بالشخصية القانونية، أي بأهلية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات، بحيث ينظر إليها كوحدة واحدة مجردة عن الأفراد أو العناصر المكونة لها. يبقى خلي بالنا، علشان الهيئات الأقليمية دي تتمتع بالشخصية المعنوية أو القانونية لازم الأمرين دول يتحققوا. بتحقق هذين الأمرين بيصبح للهيئة الأقليمية شخصية معنوية أو قانونية، ويترتب على تمتعها بالشخصية المعنوية بعض الأمور. أول حاجة أنها بتصبح شخصا قانونيا مستقلا عن الدولة وعن الأعضاء الممثلين لها، ويكون لها موطنا مستقلا تباشر فيه نشاطها. ويترتب على هذا الاستقلال انفصال موظفي هذا الشخص عن موظفي الدولة، وخضوعهم فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم لنظم خاصة بهم، وإن كان ذلك لا يمنع من إمكانية خضوعهم لقانون الوظيفة العامة، وذلك فيما لم يرد بشأن نص في تشريعاتهم الخاصة. وكمان بيترتب على استقلال هذه الهيئات وتمتعها بالشخصية المعنوية أو القانونية إنها تكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها موظفوها، أيا كان الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية. بيترتب أيضا على تمتع الهيئات الأقليمية بالشخصية المعنوية تمتعها بذمة مالية مستقلة، وبالتالي تصبح أموال الهيئات سواء كانت معقولة أو عقارية مملوكة لها وليس لأعضائها أو لممثليها. وما يقوم به هؤلاء الأعضاء أو الموظفين أو الممثلين من تصرفات مالية بتنصرف أثرها على ذمتها بالنسبة للهيئة الإقليمية وليس بالنسبة لذمتهم الخاصة. ومن ناحية أخرى تستقل هذه الهيئات بأموالها عن أموال الدولة، ولها أن تتصرف في هذه الأموال طبقا للقواعد التي تحكم التصرف في المال العام.
النتيجة الأخرى اللي بتترتب على تمتع الهيئات الإقليمية بالشخصية المعنوية أو القانونية اكتساب أهلية التعاقد، تكتسب أهلية التعاقد، وبالتالي تستطيع الهيئات المحلية مباشرة التصرفات القانونية خاصة ما يتعلق بإبرام العقود. وده طبعا موضوع بيستلزمه نشاطها، وبيتولى إبرام هذه العقود الممثلين القانونيين نيابة عنها طبقا لما تقضي به القوانين واللوائح المنظمة لنشاطها. النتيجة الأخيرة اللي بتترتب على تمتع الهيئات الإقليمية بالشخصية المعنوية اكتساب أهلية التقاضي، وبالتالي يجوز رفع الدعاوى منها أو عليها بواسطة الممثل القانوني. يبقى احنا كده خلصنا أول عنصر من العناصر الأربعة اللي بتؤدي إلى استقلال الهيئات الإقليمية، وإن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة، وشكراً.